مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، مرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن الاهلي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف، كابتن اسامه، والكابتن علي برحمان، وكابتن احمد بلال. مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي الطلائع. سريعا كابتن ايمن، قبل المباراه قلت لك المباراه صعبه، النادي الاهلي سهل النتيجه النهارده وجاب 3 اهداف، ولكن احداث المباراه الاحداث الكتيره داخل الصندوق والاحتكاكات والحاجات دي صعبت مهمه طاقم التحكيم، ولكن قلت لك محمود بسوني بيسير بخطوات ثابته نحو القائمه الدوليه، وفعلا النهارده قدم مباراه كويسه جدا. كمان النهارده امين عمر اول مباراه ليا كابتن ايمن كحكم فار، احنا بنلعب في الاسبوع 28 اول مباراه لامين عمر الحكم الدولي كحكم فار، واعتقد الحمد لله نجح بشكل كبير. طاقم التحكيم بالكامل كابتن ايمن النهارده نجح بشكل كبير. عندنا النهارده محمود بسوني كحكم الميدان، البساطي كان مساعد رقم اول، وعمر فتحي من اسكندريه مساعد ثاني، وعندنا السيد مريم من الحكام الصاعدين الحكم الرابع، وكان على تقنيه الفار يمكن 2 من افضل الحكام حاليا، الكابتن امين عمر والكابتن سمير جمال الحكم المساعد. عندنا حالات مهمه، ولكن نتيجه النادي الاهلي النهارده كابتن ايمن يعني عدت الاخطاء دي كلها. هنا بنشوف هنا في تاتش، هنا لحظه تسديد، هنا ونشوف هنا تسديد هنا موجود على المرمى، حارس مرمى طلع هنا لمس الكره بايديه، ودي كانت اول حاله كابتن شريف معانا، هنا المفروض ركله ركنيه، ولكن الحكم هنا خد القرار باحتساب ركله مرمى. لعبه من الالعاب المهمه جدا، وهنا لابد ان احنا نقول للحكام خلي بالك في الالعاب ديت، لان الالعاب ديت انت بتتكلم في ركله ركنيه، من ركله ركنيه ركله مرمى ممكن يحصل منها هدف. دي كانت اول حاله في الحالات اللي معانا. عندي حالتين ورا بعض، وانا بقول ان هنا القرار الوحيد اللي الحكم للاسف هنا ما خدش فيه قرار، هنا بنشوف موسى دياره، هنا بنشوف هنا، بس خلينا بالنا من رقم 23، هنا في مخالفه، هنا العرقله واضحه، تهور موجود مع طاهر، محمد طاهر. هنا الحكم بسوني ممتاز، يعني هنا راح واشهر البطاقه الصفراء، وبطاقه صفراء صحيحه. نتكلم هنا في الدقيقه 10 كابتن ايمن، هنا بطاقه صفراء صحيحه 100%. بالظبط. نروح بقى للحاله اللي بعديها ونشوف ونربط هذه المخالفه اللي تمت ضد لاعب النادي الاهلي من نفس اللاعب اللي هو موسى دياره، نشوف هنا المرفق، وقلنا دي من الحالات اللي هي الانذار وجوبي فيها. طب. نتكلم في الدقيقه 10 هذا اللاعب انذر، وفي الدقيقة 12 كان يجب، هنا بنقول هنا بطاقة حمراء نتيجة للإنذار الثاني، وهنا لم يحدث، بنقول هنا ده الخطأ الوحيد كابتن أيمن يمكن اللي بسوني عدى عليه، وعشان نتيجة المباراة كابتن أبلال عدت الأمور، ولكن هنا بنقول في الدقيقة 12 بطاقة حمراء لم تشهر للاعب نادي طلائع الجيش. نشوف الحالة اللي جاية من الحالات المهمة وتسلل، عمر فتحي النهارده تميز بشكل كبير جدا جدا من منطقة اسكندرية، ونشوف دي حالة، الحالة الأولى عنده تمركز أروع، التركيز، لحظة لمس الكرة من لاعب النادي الأهلي، وهنا مركز التسلل، نشوف هنا موقف تسلل سليم، وتمركز الحكم كمان سليم، لأن في لعبة هنروح لها تاني في لعبة وسام أبو علي في الهدف الرابع. إذا التسلل هنا موجود والرجوع من التسلل وقرار صحيح من الحكم. شوف اللعبة ديت، أنا جايب الهدف، هدف سليم 100%، مفيش فيه حاجة، ولكن إحنا بنقول الهدف، صحة الهدف، هل في مخالفة؟ هل في حاجة؟ ولكن هنا الهدف نشوف تصويب على المرمى، وهنا بترتد في صدر اللاعب الطلائع، وبالتالي هنا بتتكمل، وهدف صحيح للنادي الأهلي تم احتسابه من قبل الحكم المباراة ومن قبل الفار. شوف هنا الكرة بتيجي في الصدر، حتى لو جت في الإيد هنا الحكم عمل استمرار واستنى شوية وحسب الهدف، وهدف صحيح. نروح للحالة الثانية الثالثة ونشوف هنا هذه الحالة، ونفس الحالة كابتن أيمن، هنا براجع الأهداف في شوية يعني دربكة كده وارتباكات، ونشوف الكرة هل جت في الإيد أو ما جتش في الإيد، ولكن حظ الحكم كمان هنا إن الكرة بيتم تسجيل منها هدف، وبالتالي هنا مش هنروح بقى لكل الكلام ده، ولكن هنا بنقول هدف أيضا، هنا هدف صحيح، ولو كان هناك مخالفة كانت هتبقى على لاعب طلائع الجيش، ولكن أنا شايف هنا القرار كان قرار صحيح من الحكم والفار نتيجة احتساب الهدف للنادي الأهلي. تمام، هنا الراجل هنا بيقع، والكره هي بتيجي هنا بتصطدم بايده اللي هي في الارض، وبالتالي هنا خلى الاستمرار موجود وبترتد للسوليه اعتقد، وسجل الهدف منها الهدف اللي هو الثاني. نشوف هنا
تمام، وهنا السوليه بيسجل هدف ومفيش اي مشكله خالص، بترتد وبتيجي تاني هدف. الحاله اللي بعد كده شوف تاني، بنشوف هدف عبد المنعم، وهي دي يعني حاله سهله، ولكن هنا بنقول ايه ايضا لابد احنا كابتن شريف نراجع الاهداف كلها وبنقول ان هي اهداف سليمه، ما لم يتم مخالفات تسبقها، وبالتالي هنا بنؤكد على صحه الاهداف اللي هي النادي الاهلي سجلها. فبنعرض كل الاهداف ان الراجل جاي من تحت، وبالتالي هنا استقبل الكوره من الركنيه وسجل هدف عبد المنعم، هدف صحيح. هنا ده الهدف الثالث. الحاله اللي جايه نشوف هنا حاله من الحالات المهمه، ونشوف هنا بس هنا بس بقول لك حاجه، انت كنت قريب، لو هنرجع للحاله هنا انت خليت اللعبه تواصل، لكن هنا في مخالفه يا كابتن شريف. تمام، مخالفه تستحق. بص بس هنا مخالفه واضحه جدا، واحنا قلنا لما الستارز يروح بهذا الشكل هو راح على وش الحذاء، ما راحش على المنطقه اللي هي فوق الحذاء. هنا كان يجب احتساب المخالفه واشهار بطاقه صفراء، ولكن هو لم يحتسب المخالفه لو مشهر البطاقه، وبالتالي دي من ضمن الحالات اللي عدت على محمود في هذه المباراه. زي ما قلت لك نتيجه المباراه والثلاث اهداف بتسهل الامور كلها. نيجي هنا نشوف هنا الحاله دي حاله جامده جدا جدا، عمر فتحي النهارده المساعد يا كابتن اللي هناك ومع الحكم محمود بسيوني. النهارده انا بقول ان المباراه قمه التركيز والتفاهم والقرار الموحد من الحكام وحكام الفار. شوف هنا وسام علي نجح في لعب الكره، زق الكره خلاص، وهنا الحارس طلع توقيته مش توقيت مناسب، وبالتالي هنا كانت العرقله بالايد، هنا واضحه جدا ركله جزاء صحيحه لوسام ابو علي. طبعا قرار من الحكم، قرار متميز، قرار مساعد تعاون ودخل، ثم قرار من حكم الفار يؤكد على صحه القرار. هنا في اعتراض على طول، هو لم يتردد في هذه الحاله، واشهر البطاقه الصفراء للاعب من هنا ومن هنا. لحد دلوقتي نشوف هنا التنفيذ، حارس المرمى رجلي ثابته، وبالتالي ما فيش مخالفه في تنفيذ ركله الجزاء. الحاله اللي بعد كده، وهنا بسيوني خلى اللعب يتواصل، وهنا لم يشاهد هذه الحاله هو محمود بسيوني كابتن ايمن. شوف هنا القرار الفار امين عمر، وانا النهارده ما قلت دي اول مباراه لامين عمر، ونشوف هنا هل هناك مخالفه لمس الكره بالايد. هلاحظ بس حاجه، هو احسب لي من اول ما راح بسيوني للفار وخد القرار ورجع، احسب لي بالظبط، ودي حاجه مهمه جدا بنقولها في كره القدم. ما طولش انا هنا، نشوف هنا لما راح هنا كابتن وقف قد ايه قدام غرفه الفار، احسب لي كده بالظبط، راح وحسب القرار. انا جايب هنا وشكرا للاعداد الجميل على ان الحكم النهارده ساعات بيروح للفار بيقعد اربع خمس دقائق، وهنا النهارده من سرعه التفاهم ليه يا كابتن هو عمل كده؟ لان هو اللي جاي، سامحني بس ممكن بس نقف، وبسونه جاي امين عمر كلمه قال له انت شفت ايه؟ انا شايف ان في ايد خارجه خارج نطاق الجسم، وبالتالي انا شايف ان هنا في لمسه يد، تعال شوف. هو ليه خد القرار بسرعه؟ ده السؤال، لان هو لما جه وراح للفار جاب له البوينت اوف كونتاكت وجاب له اللقطه الواضحه وسهل له القصه خالص. من هنا بنقول من قناه الاهلي احنا بنطور اداء الحكام، لو جبت الفار الحكم جاب الفار او الفار جاب الحكم لابد انك انت تجيب له اللقطه الواضحه، وهنا بنشوف هنا الايد هنا خارجه واخده حيز، وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح. نشوف التنفيذ، تنفيذ هنا تنفيذ سليم، شنو هنا راح وصد، وهنا بقى اللعبه دي مهمه جدا جدا، وبشيد بيها بامين عمر يا كابتن، بشيد بيه جدا جدا جدا، ان هذه الحاله قد يرى البعض ان فيها مخالفه. بشيد بامين عمر ليه؟ 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 لان دايما الحكم لما بيلعب كوره بيبقى عارف ازاي هل في مخالفه. تعال نشوف اللاعب هنا هل في مخالفه ولا لا؟ ولكن هنا نشوف هنا حصل سقوط وعدم توازن، نشوف اللاعب اللي هنا بعد ما ارتدت، لا في التنفيذ احنا بنتكلم على تنفيذ الحاله، بعد تنفيذ الحاله على طول مباشره، بعد تنفيذ الحاله بدري قوي كده، بعد تنفيذ حاله ركله جزاء هناك في سقوط من اللاعب طلائع الجيش، وهنا القرار اتخذ من الحكم باستمرار اللعب، وبالتالي هنا ما كانش في اي مشكله. دي بتاعت الانذار، شوف هنا الانذار، هنا انذار هو واضح هنا، ونشوف هنا حاله من الحالات المهمه وانذار صحيح. هنا بقى عمر فتحي وانا بحييه بامانه، انا عاوزك بس تشوف يا كابتن الحكم لما يكون مركز مساعد، احنا مش بنشيد بس بالحكام يا كابتن، لا احنا بنشيد كمان بالحكام المساعدين الشاطرين جدا جدا. هنا وسام علي بيستلم وبيستلم وهو مش مرتاح وبيلف بكورته وبيروح، نشوف هنا الحاله، هنا شوف تميز الحكم فين يا كابتن، شوف الخط اللي هو الفاتح ده مع اخر تاني مدافع من طلائع الجيش، صحيح. تمركز ولا اروع، تركيز، ربط ما بين لمس الكره وموقف التسلل، وخلى استمرار اللعب.
هنا نشوف وسام علي ومهاره وسام علي في هذه الحاله وهي نازله على طول، عرف ازاي ان هو يحط الكره في الجون وبالتالي هدف، هدف صحيح مليون في الميه. يمكن دي اهم الحالات. مبروك لبسوني ومبروك لامين عمر في هذا اللقاء وطاقم التحكيم بالكامل. الحمد لله. كابتن، في كوره في ماتش اتحاد سكندري سريعا بس. اتفضل. والداخليه. كويس؟ تمام. الرؤيه لما جبناها واضح جدا ان لاعب الداخليه مغطي ومغطي بمسافه. كويس؟ تمام. احنا بنتكلم عشان بنربطها بكره وسام ابو علي. والكوره مع ايه؟ معانا الصوره يا كابتن. تمام. في سؤال تاني ولا هو ده السؤال؟ والفار الفار شاف اللعبه وادى الحكم القرار انها تسلل. طيب عشان نشرح وندي معلومه صحيحه تمام للمشاهدين بتوعنا. ماشي. لا خلينا الحاله بقى، لا نثبت الصوره بعد اذنك. الحاله عشان بس انا اشرح. يعني تثبت الصوره. الحاله، الحاله سهله جدا 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 يا كابتن ايمن. كويس. هدف صحيح 100% للاتحاد السكندري. هدف صحيح 100% للاتحاد السكندري. والكل استغرب والحكم لغى الهدف ده ليه؟ طبعا احنا شايفين هنا لاعب نادي الاتحاد مبولولو متغطي تقريبا بيردتين ثلاثه. حاله سهله جدا جدا جدا. للاسف للاسف المساعد هنا اشار على تسلل على الرغم من تمركزه الصحيح. انا بقول هنا بس انا بتكلم عن المساعد هنا وهو ما ربطش. مشكله الحكم المساعد ما ربطش لحظه التمرير ولحظه موقف التسلل. تمام. وبالتالي لما جاب جون راح رافع رايته. طب غرفه الفار؟ نيجي بقى لغرفه الفار. ايوه. الفار لما سئل في هذه الحاله كابتن ايمن حصل كالاتي. قال لك انا لما حطيت النقاط احاول اجيب اللعبه بالخطوط، بالخطوط ما هو لازما عشان يغير قرار الحكم المساعد، الحكم المساعد ادى تسلل. ايوه. عشان اغير قرار الحكم المساعد لازم اطلع بالخطوط عشان اقنع الناس. كويس. لابد. أي. عارف لو المساعد ادى هدف خلاص مفيش مشكله، ولكن هنا كان يجب على الفار ان هو يخرج بالخطوط عشان يصحح قرار مين؟ الحكم المساعد. الحكم المساعد. هو لما جه خد الحاله وحط النقاط على الجهاز كل مره ما تديلوش ما ترالوش الحاله مش عاوزه تطلع. الله. طب ظلم نادي الاتحاد. مش عاوزه تطلع. بالظبط. ولكن هنا البروتوكول بيقول ايه؟ هو هنا قال له ايه؟ قال له لو انت في حاله تسلل مش عارف تطلعها امشي اعمل سبورت لقرار الحكم المساعد. امشي اعمل سبورت للحكم المساعد، على الرغم ان هو شايفها شايفها بالعين المجرده مش تسلل. ولكن البروتوكول يعني بيقول ايه؟ في مثل هذه الحالات لو انت رسمت الخطوط وما طلعتش عندك لانك انت بتغير قرار الحكم المساعد، لازم تقنع المشاهدين كلهم ان هنا الهدف صحيح فبتطلع بالخطوط. هو ما طلعش الخطوط وبالتالي هنا عمل سبورت للاسف. الاتحاد هنا ظلم وضاع وضاع مكسب ظلم على الاتحاد بامانه. هدف صحيح مليون في الميه. وهي دي المشكله اللي حصلت في هذه المباراه. احنا بنجيب الكواليس وتفاصيل يا كابتن ايمن واعتقد انا قلت لك. شكرا جزيلا كابتن نصر. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن. سريعا كابتن شريف واحنا بنختم رجل مباراه اليوم. طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد. هو واحد بس يا كابتن. يبقى طاهر. طاهر كابتن اسامه واحد بس كابتن. لا بس اقول لا لا ده انت بقالك ساعه انت قلت كابتن لازم نمشي. انا بصراحه كنت هدي الكريم فؤاد لكن طاهر ده بيفهم طاهر. لا من احسن ناس النهارده. طاهر كمان عمل ماتش كبير. انا بقى اقول لك اديت طاهر ليه؟ عشان الاسيست الاخير مع كل اللي عمله. لا طاهر كان ممتاز في الماتش بس الاسيست كمان الثاني بتاع الهدف الرابع رفع له درجته فهو طاهر. كابتن عادل. طاهر واتمنى ان هو يكمل ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال. طاهر محمد طاهر وبعد كده السلاي. طيب طاهر هو السلاي كمان كان كويس فعلا. طاهر رجل مباراه اليوم. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش والمؤجله من الجوله رقم 13 دوري المصري الممتاز لكره القدم والتي انتهت باكتساح النادي الاهلي طلائع الجيش برباعيه نظيفه. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه وبالتوفيق المباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم. شرفتني يا كابتن. اهلا بيك كابتن ومبروك. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا يا كابتن شرفتنا. كابتن اسامه عرب شكرا. الف مبروك. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن ايمن. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.